هالمرة كانت غير. الفائز ضمن حملة جوائز حسابات التوفير رند حبش. رند صار لها مفاجأة ما صارت لحدا. نسقنا مع والدها عشان نضمن إنها توصل على المكان اللي راح نفاجئها فيه وبالوقت المناسب. طاقم العمل مع طاقم بنك القدس كان مجهزين حالهم ومرتبين كل التفاصيل، ومشى كل إشي حسب ما كان مخطط له، وضمننا إنه رند تروح على الطاولة اللي بدنا إياها. وفي هاي اللحظة رند زيها زي كل الناس الموجودين، مستغربة ومش عارفة إيش اللي بيصير حواليها، لحد ما عرضنا هالقصة اللي بتحكي عنها. بدنا نسمع قصة كتير حلوة وبدنا نشوف إشي على الشاشة. كان في صبية مجتهدة طموحة مثابرة وقوية. الصبية هاي فتحت حساب بالبنك وبتستناها مفاجأة ذهبية. هي اليوم موجودة بيننا وسامعتنا وشايفتنا. بدنا عشان نعرف مين هذا الحدا، بدنا كمان مرة بدنا نطلع على الشاشة، بدي الكل يطول تليفوناته يصور. يعني لهلأ مصدومة صراحة، مش مستوعبة يعني، وراح أضل مصدومة لبكرة وبعده كتير الإشي، يعني صدمة عن جد. أولادي عملت لهم هذا الحساب بمعدل أضع بمعدل يعني تقريباً 100 شيكل أو بما يعادل يعني 30 دولار لكل ولد بالشهر، وشكراً لبنك القدس، وإن شاء الله كل الموجودين يعني مثل ما عملنا إحنا يعملوا. يعني إنه أول مرة بطلع لي إشي هيك جائزة وبهالقد يعني، فشكراً كتير بنك القدس عن جد. وبهاي الأجواء الحماسية احتفلنا مع رند وعيلتها. ألف مبروك لرند حبش الفائزة بكيلو ذهب ضمن حملة جوائز حسابات التوفير من بنك القدس. انت ما تزيدها، احنا بس بنزيدها. بنك القدس.